سعد دعني وهج أسود المعاني أكبر المدح في البيان هجاء كيف تنفى بنت النبي عنادا لا نفى الله من لظى من نفاها ولأي الأمور تدفن سرا بضعة المصطفى ويعفى ثراها قضت وهي أعظم الناس شجوا في فم الدهر غصة من شجاها وثوت لا يرى لها الناس مثوى وثوت لا يرى لها الناس مثوى أي قدس يضمه مثواها يا بسأل زمان العصبة الظالمة بالليل ليش تجهزت فاطمة بسأل زمان العصبة الظالمة بالليل ليش تجهزت فاطمة وبسأل عساها عيونها سالمة وبسأل عساها عيونها سالمة وليش الرجس آمر بنار وحطب وليش الرجس آمر بنار وحطاب يا قبر البتول عندي اعتاب رسومك ليش غابت عن الأحباب ما ردنا قباب لا صحن لا باب لا باب ردنا من تراب من ردنا من قبرها حفنة تراب يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين نقضت قادمة الأجدل فخانك ريش الأعزل هذا فلان يبتزني إرثي وبليغة ابنائي قد أجهد في خصامي وألفيته الألذ من كلامي حتى حبستني قيلة نصرها والمهاجرة وصلها وغضت الجماعة دوني طرفها فلا دافع ولا مانع افترست الذئاب وافترشت التراب